السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا في احسن حال. وانتوا بتشوفوا الفيديو بتاعنا النهارده، كده ان شاء الله هعمل معاكم فراخ بالبصل المكرمل. حلوه جدا جدا الطريقه دي، جميله قوي يا بنات. مش هتحتاجي فيها لا فرن ولا تحمير، طعمها جميل، وانا متاكده ان انتوا لو عملتوها بنفس الطريقه ونفس الخطوات باذن الله تعجبكم قوي. الفراخ بتاعتي غسلتها كويس جدا وسبتها تتصفى. الفراخ بتاعتي انا بغسلها الاول بخل، يعني شطفه كده سريعه، لان انا مش بحب ريحه الخل. بعد كده بنقعها في محلول من الميه والملح والسكر وعصير ليمونتين، معلقه كبيره من الطحينه او معلقتين كبار من الدقيق. الكلام ده كله بيشيل الزفاره بتاعت الفراخ تماما، بيقضي عليها خالص. وبعد كده بشطفها بميه نظيفه وبسيبها تتصفى كده زي ما انتم شايفين. ومعايا كده 3 بصلات، طبعا الوصفه بتاعتنا ممكن تستخدمي فيها صدور او اوراق عادي. ومعايا كده 3 بصلات قطعتهم كده جوليان او اجنحه كده زي ما انتم شايفين. ومعايا كده معلقه كبيره من العسل، ممكن عسل اسود، ممكن معلقه سكر، لو موجود عندك الصويا صوص هناخد معلقه كبيره، لو مش موجود مش مهم خالص، هو عشان موجود انا ضايفاه. ومعايا معلقتين كبار من خل التفاح، معايا ربع كوبايه زيت او يعني شويه زيت حلوين كده، ومعايا فصين كده من الثوم، بس هضغط عليهم بس كده بحيث ان هم يطلعوا الريحه بتاعتهم والطعم الجميل اللي في الثوم. ومعايا كده نص معلقه صغيره من الجنزبيل، معلقه صغيره من الفلفل الاسود والملح والروزماري، لو عندك طازه او فريش يعني استخدميه. ومعايا كده ورقتين من اللورا، ومعايا ملح وفلفل اسمر هنتبل بيهم الفراخ كده على طول. يلا مع بعض كده ندخل ونشوف. يا بنات هاخد الملح والفلفل الاسمر واتبل بيهم الفراخ، بيدي ريحه حلوه قوي للفراخ بتاعتنا. تدهين الفرخه كده وجسمها كده من جوه ومن بره بالملح والفلفل الاسمر كده على طول. النار يا بنات هنزل بالزيت بتاعنا كده على طول وهسيبه يسخن كويس خالص. الزيت بتاعي كده سخن، هنزل بقطع الفراخ، هحط لها فرمه كده من كل جنب وتنزل الطعم بتاعها في الزيت. اقلب كده الفراخ بتاعتي على جنب تاني كده يا بنات اهو. الفراخ بتاعتي كده يا بنات اخر التحميره كده من كل جنب، هطلعها في طبق جميل هنا كده اهو. نفس الزيت كده يا بنات هنزل بالبصل بتاعي اهو في نفس الزيت كده. ادي البصل بتاعي كده تقليبه كده بسيطه خالص، وانزل كده بفصين الثوم. انا ضغطت عليهم بس كده، انا عايزاهم يطلعوا الريحه بتاعتهم، مش عايزه ثوم كتير في الوصفه ولا حاجه. هنزل بقى كده بالملح والروزميري والفلفل الاسمر وورق اللورا الجنزبيل. اهو بصوا بقى، انا هغطي على البصل بتاعي لحد ما يدبل خالص وينزل كده ميته ويدبل بالميه بتاعته نفسها. اهو كده هسيبه بقى ايه على نار متوسطه يا بنات.
تيجي معايا كده يا بنات. نديله كده تقليبه سريعه اهو. لو انت بقى هتحطي معلقه سكر هتحطها في الوقت ده كده مع البصل كده. انا هحطها فوق الفراخ، هحط كده معلقه كبيره كده من الصويا صوص لو مش موجوده عندي في الكميه، معلقتين كده كبار من خل التفاح، انزل كده في قطع الفراخ بتاعتي تاني اهو. خليتهم كده مع البصل كده ايه كويس عشان ايه الفراخ تاخد كده من طعم البصل، يعني بحاول اجيب على وشهم كده بصل. انزل عليهم كده كوباية من المية واسيبهم كده مع بعض يستوي اهو. هسيب بقى الفراخ بتاعتي كده تشرب المية اللي فيها دي كلها تماما وترجع فراخ وبصل تاني خلاص. وبعد كده يعني وهما بيستووا هقلبهم ايه تقليبه كده عشان تستوي كده من كل جنب. دي كده شكل الفراخ بتاعتي كده اهي يا بنات اهو. هحط لها بقى كده اخر حاجه خالص بحطها هي العسل، بس زي معلقه كبيره كده على وش الفراخ، وبسيبها 5 دقايق كمان مع العسل كده وخلاص على كده تكون الفراخ بتاعتي استوت. طبعا هي شربت الميه اللي انا حطيتها لها كلها واستوت يعني خلاص اتاكدت ان هي استوت. هسيبها بقى 5 دقايق مع العسل كده واوريكم بقى الشكل النهائي. شكل الفراخ بتاعتي اهي بعد ما حطيت لها العسل، شايفين شكلها عامل ازاي؟ مش محتاجه بقى تحمير ولا اي كلام من ده، هي اخده لون كده بصوا جميل قوي قوي. يعني تعالوا بقى كده مع بعض نغرفها واوريكم بقى الشكل النهائي. يا بنات بعد ما انا غرفتها اهو زي ما انتم شايفين كده مش محتاجه تحمير ولا اي حاجه، مستويه طعمها وريحتها بجد قمر والشكل قمرين. اتمنى كده ان انتم تشوفوا الفيديو وتجربوه وان شاء الله متاكده ان هو هيعجبكم. لو عجبكم بقى الفيديو بتاعي ما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب للقناه، واشوفكم بقى في فيديو جديد ومع السلامه.